وتهديد منع العمال من دخول الشاحنات. الناس الدراجات ما كانش مهتم، انا اللي يقرب لي فرع، انا في انا عند الباب اللي شحال الباب بعد الباب بامت دارو الجمعيه قرب لكم كما نديرو هذا ما هرسنا ما بلعنا وكاع البيع راه كاين باش نخرجوا من دخلوا واش راه كاين واش خارج او يرهبونا. اي هذه القضايا باش يرهبونا. شكوى كذيبه، شكوى كذيبه، شكوى الدرك راه كل يوم معنا، الدرك راه كل يوم معنا، كاين بوليسي تاع الامن راهو بيت معنا 24 راهو مطلوب تاعها، وراهم يديروا تقارير تاعهم بلي ما نبيع لا باب ما عندنا سلاح ما عندنا والو، وما هذه هما كذيبه هذه مش عارف العقوبه تاعها شي ردهم. الشكوى هذه غير هي اللي تبيع عليها براءه. ما مشكوه تامين حافظ اللي يديهم لها اللي يديهم لها اللي يديهم لها اللي نفسه تهمها غير هي غير هي عودوا يديروا تهمات أخرى غير هي اللي يديهم لها.